دولة وعاش الملك، عاش الملك وبلادنا ملكية وبلاد القانون، وعاش محمد السادس، وما عندكم ما تصوروا منا الجيري. وين دازت هنا في دربولي الشريف؟ حيت درب مولي الشريف فيها الفنانة، فيه المناضلين، فيه الناس راه دابا خدامين واصلين، فيه العلماء. واحد الدري ولد زنقة سبعة راه في ميريكان عنده العلم، وكاينين دار باطمة، كاينين دار باطمة بنات بنت باطمة نيت، بغاو كاع كانوا باغيين يديروا لها واحد القالب، وبزاد الله ما سدش ليهم. علاش؟ حيت بنادم حساد مغيار. دنيا باطمة كتجي عندكم لهناش دنيا باطمة الله، دنيا باطمة باها ود الحي محمدي. دنيا باطمة، دنيا باطمة باقا غير صغيرة، والحمد لله من عطاها صوتها. أنا كنموت على صوت دنيا باطمة، أنا مناضلة، أكبر مناضلة في العالم، وكنموت على صوت دنيا باطمة، كنموت على دنيا باطمة. أنا في داك الشيء اللي داروا لها، القالب اللي بغاو يديروا لها، مني دافعت عليها داروا لي في التعليقات شحال عطاتك، وأنا أنا الحمد لله بخيراتي، الحمد لله وحنا بلاد الخيرات. انا ما غنتسناش دنيا باطمه تعطيني. انا دنيا باطمه بيني وبينها نهار تلقيت لها في المطار، نهار اللي جات الله يربح ماتي محمد اجمعين، جات ربحات لقيت لها في المطار انا وشي فنانه وشي ممثلات وداك الشيء، تلقينا لها في المطار، مشى الشعب كله المطار ومشيت معاه من المطار تلقيت لها. من تما انا ما بقيتش في الدنيا باطمه، حتى مشيت في واحد راس العام مشيت لعين دياب، بداو كيسولوا فيا الصحف على دنيا باطمه، كدير كدير؟ قلت لهم باها من جدودهم عاطيهم غير الفن، ما عاطيهمش الدعاره باش غتكون الدريه، حيت داك الشيء اللي كيكون خايب راه من الجدود ماشي من الموجود. انا با مقاوم، انا خرجت مقاومه. الرساله ديالك اللي يمكن توجه لدنيا باطمه عبر هذا المنبر ديال الطريقكم هو موقع 8 مارس. شنو كتقول لها؟ دنيا باطمه ختنا، دنيا باطمه ما نبغيهاش تدخل الحبس، الا دخلت الحبس ندخل انا مناضله ديال البلاد بحال باغي نطيحوا بالحي محمدي، وعمر الحي محمدي ما غادي يطيح لشي وحدين، وخا بغاو يديروا لها القالب ما عندهم ما يصوروا منا. بالوحده والتضامن اللي بغيناه يكون يكون، الملك كيحكم وفاطمه كتخدم، واللي بغى يعارضها كيحلم. دنيا باطمه ختنا، دنيا باطمة الله يعمر لها الدار، دنيا باطمة ما فيها لا طباسيس لا حتى شي حاجة. أنا ما عمرني أنا ما شفتها، أنا ما شفتهاش من المطار ما شفتهاش. أنا راه عندك تسحبني باغا ولادي ولادي، أنا عندي رزقي أنا الحمد لله، وعندي رزقي تنموت به. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.